الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم المبارك بتفسير سورة النحل. وهذه سورة عظيمة نزلت بمكة إلا آيات يسيرة من آخرها، و الخطاب فيها يتعلق بالتذكير بنعم الله، لينطلق من ذلك إلى إثبات وجوب صرف العبادة لله وحده. ولذا قال في أولها أن تعالى عما يشركون، وقال فيها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه السورة العظيمة جاءت بعد سورة الحجر التي كان في آخرها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت على هذه الحال. وقد قال طائفة بأن قوله أتى أمر الله تفسير لذلك اليقين الذي قبله. وهناك اختلاف في ما المراد بأمر الله هنا، ولعلنا نتناوله بعد أن نقرأ شيئا من آيات هذه السورة. وأوائل السورة في أصول النعم التي هي الأمور التي يحتاج إليها، وأواخر السورة في متممات النعم، في متممات النعم. ولهذا في أول السورة قال جل وعلا عن والأنعام خلقها لكم فيها دفء، يذكر بأن الثياب التي تؤخذ من هذه الأنعام يحتاج إليها الناس في نعمة الدفء. بينما في أواخر هذه السورة قال جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، لأن اللباس الذي في أيام الحر متمم بخلاف اللباس الذي يكون في وقت البرد، فإنه من أصول النعم لا من متمماتها. لعلنا نقرأ شيئا من هذه الآيات بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يقول الله جل وعلا في مقدمة هذه السورة أتى أمر الله أتى فعل ماض يدل على أمر قد وقع ثم قال بعده فلا تستعجلوه وما يستعجل معناه أنه لم يأتي بعد ولذا وقع التردد في تفسير هذه الآية وكان هذا اللفظ من الاستهلال البارع لأنه يحرك النفوس وينشط الأذهان ومن ذلك إيراد هذا الإشكال الذي ذكرته لكم فتصور عندما يأتيك هذا اللفظ أتى أمر الله فلا تستعجلوه حينئذ ستطرق بسمعك لسماع هذا الخبر فقال فيه أتى أي جاء ووقع وحصل وهو فعل ماض فقال طائفة استعمل الماضي وأراد به المستقبل لأنه محقق الوقوع فلما كان متيقنا منه كأنه قد وقع بحيث لا تترددوا فيه وفسروا أمر الله بأن المراد به يوم القيامة الذي وعد الله جل وعلا الناس به ليجازيهم على أعمالهم بالإحسان أو بالإساءة ثم قال فلا تستعجلوه أي لا تستعجلوا هذا الوقع وهذا الحادث الكبير ألا وهو يوم القيامة
قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقال طائفة المراد بأمر الله نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكون من شأنكم أن تستعجلوا، فإن العبرة بالعواقب والعاقبة للمتقين، وقد قدرها الله جل وعلا لهم. وقال طائفة أمر الله هنا لا يراد به الشأن الذي هو مفرد للأمور، وإنما أمر الله مفرد من الأوامر، فأراد بأمر الله الأمر الشرعي وليس الكوني. فقال أتى أمر الله، يعني أن الله يخبركم بأنه قد أنزل شرعه وديانته بهذا القرآن، فأتاكم أمر الله، وبالتالي فلا تستعجلوا، أي لا تستعجلوا الآثار المترتبة على شرع الله جل وعلا. فقال في وبالتالي أمر الله لا بد أن يقع لا محالة، وآثاره وخيرات ما يترتب على هذا الأمر لا بد واقعة. ولذا قال سبحانه أي ننزه الله من ظنونكم. ما هي ظنونهم؟ ظنوا أن الله لن ينزل شرعا يصلح الله به أحوال العباد، والله جل وعلا منزه عن أن يترك العباد عبثا، وإنما يجعل لهم شرائع تنظم أحوالهم. وهكذا ينزه الله عن أن يكون عادلا في خلقه فيجازيهم بحسب أعمالهم، والله جل وعلا منزه من أن يظن به أنه سيخذل أولياءه، بل الله جل وعلا سينصرهم ويجعل العاقبة لهم. ثم قال وتعالى عما يشركون، أي يترفع عن طريقتكم يا أيها الجاهلية حينما تصرفون شيئا من العبادات لغير الله تعالى. وبالتالي ننزه الله عن أن يظن به أنه قد أشرك في العبادة معه غيره، فهو سبحانه لا يحتاج لأحد من الخلق بل هو الغني. ويدلك على أن المراد بأمر الله الأمر الشرعي قوله بعد هذا ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده. فالتنزيل كون الشيء يأتي من الأعلى إلى الأسفل، وذلك أن هذا الكتاب قد جاء من عند الله من فوق سبع سماوات، نزل به جبريل عليه السلام، واستعمل لفظ الجمع هنا، وأراد به جبريل لمكانة هذا الملك. وقوله بالروح أي بالوحي، فجبريل نزل بالوحي الذي تحصل به حياة الناس، ولذا سمي هذا الوحي روحا، لأن الحياة لا تكون إلا بروح، وهكذا حياة الناس لا تصلح إلا بوحي من عند الله جل وعلا. ثم قال ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي الأمر الشرعي، أي التكاليف الشرعية. وهذا يؤيد تفسير من فسر قوله أتى أمر الله بأن المراد به الأمر الشرعي الذي نزلت به الملائكة من عند الله سبحانه وتعالى.
ثم قال على من يشاء، أي أن هذا الوحي إنما يأتي وإنما ينزل على أنبياء قد اختارهم الله، فالله يصطفي من رسله من يشاء، وبالتالي لا حق لكم في اعتراضكم يا أهل مكة عندما تقولون لما جاء الوحي على محمد ولم يأتي على فلان ولا فلان، لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ونحو ذلك. فهذا أمر الله، والله جل وعلا هو الذي يختار من عباده من يكون حاملا لشرعه مبلغا لدينه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله هو الذي اصطفاه. فإذا كانت هذه منحة من الله فلا حق لأحد من العباد أن يعترض على ذلك. قال على من يشاء من عباده، واستعمل لفظة العباد ولم يستعمل لفظة العبيد، لأن العباد يقومون بالعبادة عن اختيار ورغبة. ثم قال أن أنذروا، أي خلاصة هذه الرسالات التي جاء بها هؤلاء الأنبياء وخلاصة الوحي الذي نزل به الملائكة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بالإقرار بأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. أن أنذروا أي حذروا وخوفوا العباد من أن يخالفوا هذه المقالة، وليكن من شأنكم أن تنذروهم من مخالفتها، وعليهم أن يلتزموا بها أنه لا إله إلا أنا. ما معنى إله؟ إله في لغة العرب تعني معبود، فكأنه قال لا معبود بحق إلا الله، وبالتالي نثبت أمرين: أمر فعلي بأن لا نصرف شيئا من عباداتنا لغير الله، لا يسجد إلا لله، ولا ينذر ويذبح عبادة إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يصلى إلا لله. فهذا هو لب الرسالات التي جاء بها أنبياء الله عليهم السلام. ثم قال فاتقون، أي ليكن من شأنكم أن تحذروا من الله جل وعلا. حذفت الياء لسياق الكلام، فاتقوني أي احذروا مني أن أنزل عليكم العقوبات في الدنيا بسبب إشراككم أو عدم إقراركم بدعوة التوحيد لا إله إلا الله، وعدم استجابتكم لأنبياء الله عليهم السلام. ثم جاء السياق في تعداد نعم الله جل وعلا، فقال سبحانه خلق السماوات. الله جل وعلا خالق قبل أن توجد المخلوقات، ولكنه أراد أن يذكركم بشيء تشاهدونه وهو بين أعينكم، فهذه السماوات العظيمة التي لا يدرك طرفها، من الذي أوجدها وخلقها؟ هو الله، وبالتالي عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به. ثم هذه الأرض التي تحت أقدامكم والتي تعيشون فيها ويعيش عليها الخلق الكثير، عشرات المليارات بل أكثر. كم العدد؟ ها؟
ها؟ الله أعلم، ما نعلم. البشر بأعداد والجن بأعداد، والحيوانات البحرية والبرية والطيور أعداد هائلة. خلق السماوات والأرض بالحق، أي لم يخلقها عبثا، وإنما خلقها بأمر صحيح بحيث تكون حجة على العباد ودليلا على خالقها سبحانه. وحينئذ كرر ترفعه عن عمل أهل الجاهلية حينما يصرفون شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا تعالى عما يشركون. ثم ذكر بخلق الإنسان فقال: خلق الإنسان، أنت وأنت وأنت. وكان مبدأ الخلق من نطفة، لو وقعت على الثوب لاستقذرها الإنسان، لكنه طورها حالا بعد حال حتى أصبحت إنسانا متكامل الخلقة. وهذه نعمة عظيمة من الله للإنسان، ومن ثم عليه أن يشكر الله على هذه النعمة بجعل العبادة له وحده سبحانه. ثم قال: فإذا، قال خلق الإنسان من نطفة، والنطفة شيء يسير. ثم قال: فإذا هو خصيم مبين. ما هو إلا وقت يسير، ولذا استعمل الفاء التي تفيد التعقيب. فتحول من كونه نطفة إلى كونه خصيما مبينا. ما معنى فإذا هو خصيم مبين؟ للعلماء فيها قولان يمكن أن يكون كل منهما مرادا. الأول أنه يحاجج الله ويجادله، كما ورد في سورة ياسين حينما ذكر الله جل وعلا عن الإنسان بأنه نسي خلقه، ومع ذلك يجادل ويقول: من يحيي العظام وهي رميم. يجادل من؟ يخاصم الله، يعتقد أنه بهذه المثابة. وقال آخرون بأن قوله فإذا هو خصيم أي يتمكن من المخاصمة مع الآخرين. فبينما هو نطفة لا شيء، إذا به بشر سوي يخاصم الآخرين ويقاتلهم، وذلك على جهة الوضوح والبيان منه. فانظر كيف غير الله حاله. أفليس الذي غير حال الإنسان هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى؟ وبالتالي كلمة مبين تختلف، فإن قلنا على الأول فهو يكون اسم فاعل، خصيم مخاصم يبين وفي لفظه، وعلى الثاني يخاصم الآخرين وهم يتبينون ما لديه من الخصومة فيكون اسم مفعول. ثم ذكر نعمة أخرى فقال: والأنعام خلقها. هذه الأنعام، بهيمة الأنعام، يراد بها الإبل والبقر والغنم، وهي التي عليها المعول الكبير في تغذية الناس، ولذا ذكر الله جل وعلا الخلق بهذه النعمة. والنعمة فيها متعددة، فأول ذلك: لكم فيها دفء، أي أنكم
تبعدون البرد عن أبدانكم بهذه الإبل من خلال صنع اللباس من جلودها. ثم قال خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، أي أنتم المستفيدون منها يا أيها المكلفون. فالفائدة لكم ابتداء بهذه الأنعام. ثم ذكر فيها نعمة أخرى، ألا وهو أنهم يتدفؤون بجلودها، لكم فيها دفء. ثم قال ومنافع، كيف كان فيها الدفء؟ بما يصنع بجلودها من أنواع الثياب، من الأقمصة إلى الأردية إلى الخفاف إلى ما يغطى به الرأس، فهذه نعم كبيرة. قال ومنافع، أي أن لكم فيها فائدة، لكم في الأنعام منافع أخرى. مثل ماذا؟ مثل الحليب الذي تشربونه، ومثل الذرية التي تأتي إليها فتنتفعون منها، ومثل الركوب عليها. ثم قال ومنها تأكلون، أي من بعض هذه الأنعام تأكلون وتتغذون. ثم ذكر فيها معنى آخر فقال ولكم فيها جمال، وقدم الجار والمجرور لكم لإفادة الاختصاص. من الذي يستفيد من جمال الأنعام؟ هو الإنسان. أما الحيوان في نفسه فهو لا يستفيد من هذا الجمال، ولذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والجمال المنظر الحسن، وقال حين تريحون، أي حين تتوقفون عن العمل، وحين تسرحون أي حين تنتقلون من مكان إلى مكان. فالناس يتخذون أو يعجبون بما في الأنعام من المنظر الحسن والزينة. حين تريحون أي حين ترتاحون، أو في الوقت الذي تردون الأنعام فيه إلى مواطن راحتها. وحين تسرحون أي حين تذهبون بها لمكان الرعي في أول النهار. ثم ذكر نعمة أخرى أنعم بها على الإنسان بسبب بهيمة الأنعام، فقال وتحمل أثقالكم، وأثقال جمع أضيف إلى معرفة فأفاد العموم، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني أنه بعيد جدا لا تصلونه على غير الإبل إلا بشق الأنفس، أي بما لديها من قدرة ومهارة. ثم قال إن ربكم لرؤوف رحيم، رأف بمن؟ بالإنسان، وخلق هذه الأنعام رأفة به. ثم قال تعالى والخيل والبغال والحمير، هذه ثلاثة أصناف من المركوبات قريب بعضها من بعض، وقد امتن الله جل وعلا بها على عباده، وذكر شيئا من فوائدها فقال لتركبوها وزينة تتجملون بها. ومع ذلك قد يوجد آلات جديدة في الزمن المستقبلي، ويخلق
ما لا تعلمون. ثم قال: وعلى الله قصد السبيل، أي أن الطريق الذي يفضي بالإنسان إلى الاستجابة لشرعه ودينه، فإن الله جل وعلا يتكفل به ويقوم بأمره. ثم قال: ومنها جائر، أي هناك طرق مائلة لا توصل إلى المقصود. ولو شاء، أي لو أراد الله إرادة كونية لهدى الخلق جميعا ولم يترك منهم أحدا، فإنه هداهم مع اختلاف أجناسهم واختلاف أشكالهم. ثم قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله، أي أن الله تعالى تكفل ببيان قصد السبيل، يعني جادته وطريقه الأصلي. والسبيل هنا يراد به هدف الخير والطاعة. فهذه الآية: وعلى الله قصد السبيل، تدلك على أن الهداية بيد الله، لا يهدي أحد أحدا شيئا إلا بإذن من الله جل وعلا. والله جل وعلا قد وضح السبيل في شرعه وبينه، وبالتالي الأمر متضح. وعلى الله قصد السبيل، أي بيان الطرق الموصية إلى رضوان الله. ومنها، أي من الطرق، ما هو جائر، أي مائل، وبالتالي يحيق عن الاستقامة ويحيد عنها. قال: ولو شاء الله لهداكم أجمعين، أي لو قدر الله عز وجل أنكم ستهتدون لابد أن تهتدوا، رضيتم أم سخطتم. ثم قال تعالى مبينا أن الهداية من عنده: ولو شاء لهداكم أجمعين. قال: هو الذي أنزل من السماء ماء، أي أن هذا الذي صرفت له العبادة في الأصل كان من أولياء الله، ولذا كانت تستجاب دعوته. ومن هنا قال: وعلى الله قصد السبيل، أي أن الله سيهديه ليسلك الطريق الموصل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل، أي يختار ما يكون موصلا إلى الصراط المستقيم. قال: ومنها، أي من هذه الأنعام، ومنها جائر، أو من هذه السبل والطرق. فالأصل أن الإنسان يختار الطريق الأسرع الموصل، فإذا جعل بينه وبين هدفه محطات فقد يأتي بعض الأشخاص فيفسدون عليه هذه المحطة. ثم امتن الله على عباده بما أنزل من المطر، فقال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب، أي تشربون من ماءه، ومنه شجر فيه تسيمون، يجعل أنعامه ترعى. ثم قال تعالى: ذلكم بأنه الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذه الآية فيها تذكير بنعمة نزول الأمطار، وهي نعمة عظيمة أصلية لا يستغني الناس عنها، ولذا قال هو، فقدم الضمير ليفيد الاختصاص. هل ينزل الغيث أحد غير الله؟ قل لا. ف
فإن قال قائل بدأوا يستعملون معها مواد تجعل الأمطار تنزل من الوحي، تنزل من السحاب، تنزل من السحاب، شو الجواب؟ من الذي ساق السحاب؟ بدون سحاب لن يجدي فعلهم شيئا. ثم من الذي سخر لهم هذه الإمكانات ومكنهم من وضع هذه المواد في السحاب؟ هو الله تعالى، وبالتالي هم لا يستقلون بها. فإنزال السماء، فإنزال المطر من السماء وأمر من الله جل وعلا، ولذا أتى بالضمير الذي يفيد الاختصاص، هو الذي أنزل من السماء ماء ثم قال لكم منه شراب، فقال منه لإفادة التبعيض، ومنه شجر أن ينبت بعد هذه الأمطار أشجار، وهذه الأشجار ترعون أنعامكم فيها، ولذا قال فيه تسيمون، أي في هذا الماء أو هذا الشجر المسقى بالماء تسيمون، أي ترعون أنعامكم. ثم قال تعالى واصفا نفسه ينبت لكم، من الذي يخرج الزروع؟ هو الله، ينبت لكم به الزرع، وهي ما رق ملبسه ولم يخشن وكانت ثمرته مؤقتة. قال وسخر لكم، يثبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الدنيا نعم من نعم الله يؤتيها بعض عباده، ومن ذلك هذا المطر الذي ينزل فتنقلب الأرض بدل كونها جرداء فإذا بها خضراء مونعة مورقة. وكان مما ينبته الله جل وعلا بهذا المطر أشياء مختلفة، فمرة يأتي الزرع الذي يشمل القمح وما ماثله مما ليس بشجرة، ويشمل الزيتون، ويشمل النخيل والأعناب، فهي محتاجة للسقي، فإذا نزلت عليها الأمطار أغنتها. ثم قال تعالى ومن كل الثمرات، أي يوجد في الأرض جميع الثمرات المتصورة بتدبير من رب العزة والجلال. إن في ذلك، أي في خلق هذه الأشياء، لآية، علامة كبيرة وواضحة تدل على قدرة الله وأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. ولذا قال إن في ذلك لآية، أي علامة لقوم يتفكرون، أي يتأملون في الأمور فيستنتجون منها. ثم قال وسخر، يمتن على العباد بأن جعل البحر مسخرا وجعل الليل والنهار دائبين. قال وسخر لكم الليل والنهار، فهما تجريان، والشمس تطارد القمر، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. فالشمس سخرها الله تعالى للناس ليستضيئوا بها ويعملوا في نهارها ويتجروا ويكتسبوا، وسخر القمر ليكون به الحساب وتحسب الأيام والليالي. وهكذا النجوم
مسخرات بأمره. الأمر هنا الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي. فالنجوم التي في السماء مسخرات تسير بأمر الله بدون اعتراض منها وتنفذ ما أمرت به. وفي هذا إشارة إلى شيء، وهو أن يقال للإنسان: الله الذي خلق هذه الأكوان قد سخرها لطاعته فهي سائرة في الطاعة، فليكن منك أنت الذي خلقك الله كما خلقها إفراد بالعبودية لله، وكما أنها سخرت لك فهي إنما سخرت لك لتعبد الله بها. ثم قال: إن في ذلك، أي في تسخير هذا الكون للإنسان، لآيات، أي علامات عظيمة لقوم يعقلون، أي يدركون عواقب الأمور ويفكرون فيها. ثم ذكر الله جل وعلا شيئاً آخر من نعمه على العباد، فقال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه. فنحن نشاهد أن ما ينبت في هذه الأرض من أنواع الثمار مختلف الألوان، كل منها له لون مغاير للألوان الأخرى. وذرأ بمعنى أوجد من العدم وخلق، وذرأ لكم، وما ذرأ أي أن الله سخر لكم جميع ما خلق في هذا الكون. وقوله في الأرض، هذه الأرض التي نسير عليها قد اشتملت على أنواع كثيرة من الحيوانات ومن الزروع، قال: مختلفا ألوانه، فمرة يأتي أسود ومرة يأتي أبيض ومرة يأتي أحمر، وبجميع الأنواع الألوان الممكنة. ثم قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا. سخر البحر أي أنه قد ذلل للإنسان ليستفيد منه، ولذا لا زال الناس يستفيدون منه، فمرة يجرون على ظهره بالسفن العظيمة الكبيرة التي لم تكن في الزمان الأول. وهكذا سخر لكم البحر لتتمكنوا من ركوبه في السفن، وسخر لكم البحر لتستفيدوا مما فيه من أنواع النعم، ولذا قال: لتأكلوا منه لحما طريا، أي أنه يؤخذ من البحر السمك الذي هو لحم طري. فكيف يكون لهذا السمن السمك هذه الخاصية؟ إذا وضع في الماء حيا، والماء محل الغرق، وبالتالي نتفكر في قدرة الله جل وعلا علينا. قال: وهو، يعني وحده، الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني تأكل الأسماك التي تستخرجونها. قال: وتستخرجوا منها، أو منه، وتستخرجوا منه حلية، يعني الحلي الذي يلبس، تلبسه النساء و مطلقة، ولا يلبسه الرجال إلا في مواطن الحاجة. ومن أنواع الحلية التي تستخرج من البحر
اللؤلؤ والمرجان وما قد يدفن في البحار. قال: لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أي أنواع من أنواع الحلي يلبسها النساء للتجمل لأزواجهن. قال: وتستخرجوا منه، يعني من البحر، حلية تلبسونها، فتكون سبب من أسباب محافظتكم على نعم الله تعالى. قال: وترى الفلك مواخر فيه، أي أن الله لما خلق آدم جعل إبليس ليكون فتنة للعباد. قال: وترى الفلك مواخر فيه، أي تبحر في البحر، تبحر في البحر وتقطع المسافات البعيدة، وهو كذلك مما يستخرج به حلية النساء. وقوله: وترى الفلك مواخر فيه، الفلك يعني السفن، ومواخر فيه أي تجعل الماء يشقق هذه الأرض بجريها فيه. قال: ولتبتغوا، أي لتطلبوا وتؤملوا في، لتبتغوا من فضله، أي من إحسان الله جل وعلا، ولعلكم تشكرون. فهذه آيات عظيمة فيها معاني كبيرة، ولعلي أشير إلى بعض الأحكام الواردة فيها. أولها أن أمر الله آت لا محالة، وثانيها أنه لا يعلم أحد بوقوع الساعة كائنا من كان إلا رب العالمين، وثالثها إمكان إدخال أشياء تكون عبادة لله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب السمع والطاعة لأمر الله الكوني، لأمر الله السمعي. وفي هذه الآيات الحث على عدم الاستعجال في انتظار النتائج، فلله سنن في الكون. وفي هذه الآيات الترغيب في تنزيه الله جل وعلا ورفع مكانته. وفي هذه الآيات إثبات وجود الملائكة، ومنهم جبريل الذي ينزل بالوحي. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، فيقول بأنه من خلق هذه الأشياء فهو المستحق للعبادة سبحانه دون من سواه. وفي هذه الآيات وجوب الإقرار بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. وفي هذه الآيات أن خلق المخلوقات إنما كان من أجل ابن آدم. وقوله: والأنعام خلقها، كما تقدم، الأنعام الإبل والبقر والغنم، من الذي أوجدها من العدم وخلقها؟ هو الله جل وعلا. قال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، فيه تنزيه الله عن الشرك. وفي هذه الآيات أن أصل الإنسان نطفة، وأن آخر أمره أن يكون مقرا بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. وظاهر هذه الآية أن من لم يكن من أهل التقوى لم يدخل في الخطاب الوارد في الآية،
قوله خلق السماوات والأرض بالحق فيه بيان أن خلق هذه المخلوقات لحكمة وليس لأمر عبثي. في هذه الآيات تأكيد على وجوب تنزيه الله عما لا يليق به من الظنون أو الأوهام أو الكلام. وفي هذه الآيات عظم خلق السماوات والأراضين وأنها مما يدل على إثبات الخالق سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن مبدأ خلق الإنسان من شيء يسير وهو النطفة، ولكن الله جل وعلا يمن على من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات الامتنان على الخلق بوجود الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم. وفي هذه الآيات تحديد منافع بهيمة الأنعام، لكم فيها جمال حين تريحون أي حين تنقلكم وانتقالكم من مكان لآخر، وحين تسرحون أي تنتقلون. لعلنا نقف على هذا ونترك بقية التفسير ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.